أن الفرنسي يستعمل خلال 20 ربيع الموسم الماضي في هذا الملعب. مشاهدينا الكرام، انتصر مانشستر سيتي على ليفربول بثلاث أهداف لهدف. بعد محمد صلاح في التسجيل لليفر، ثم عدل جيمس ماديسون، وبعدها أضاف فاردي الهدف الثاني، وختمها هارفي بارنز في الدقيقة 85 بتحكيم السيد أنتوني تايلر. حوار الهواء كرة جدري وثبت مرمى ميكائيل أوليفان حكم الليلة كان حاضرا في نفس هذا الملعب الموسم قبل الماضي لما فاز ليفربول على ليستر سيتي بأربع أهداف لصفر. كيف سيكون الحال هذه الليلة؟ تعود الكرة لكاسبر شمايكل أمارتي شدري كاستاني